بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. التاريخ ترك لنا أسماء سواحين عظام زي ابن بطوطة وابن خلدون وكريستوفر كولومبس وماجلان، وترك لنا قصة رحلات وكشوف جغرافية عظيمة زي اكتشاف امريكا والدوران حول رأس الرجاء الصالح، اكتشاف منابع النيل، اكتشاف ادغال افريقيا، اكتشاف سلوك القطبين. والمسيرة ما زالت مستمرة، والفضول ما زال يدفع الانسان الى مزيد من المخاطرة. وطبعا اخر ما رأينا كان مخاطرة الإنسان لاقتحام الفضاء ورحلته إلى الكواكب، ثم إرسال سفن فضائية إلى الشمس، ثم سفن أخرى تخرج من المجموعة الشمسية إلى النجوم والمجرات البعيدة. ومن هذه الرحلات شفنا رحلة النزول على القمر، كانت حلقة مستقلة، والليلة دي معدنا مع رحلة المريخ وإنزال الإنسان الآلي فايكينج 1 وفايكينج 2 على المريخ. والمريخ كان موضع اهتمام الفلكيين من قرون مضت، من أكثر من 300 سنة عصروا على أول خريطة فلكية للمريخ، ومرسوم عليها بالقلم علامات بتتغير بين وقت لوقت، إشارة إلى دوران الكوكب حول نفسه. إذن كان دوران الكوكب حول نفسه والعلامات اللي على سطحه أمر قديم ومعروف من أكثر من 300 سنة. احنا عارفين ان الكوكب يدور حول نفسه وايضا يدور حول الشمس، حكمه حكم سائر الكواكب، وبيدور حول الشمس في مدة ضعف مدة الارض، يعني حوالي 687 يوم، يعني السنة بتاعته بسنتين، يبقى الصيف بطول سنة والشتاء بطول سنة، والفصول تتداول على المريخ بسبب ميل محوره تمام زي الأرض، والسلوك تغطي القطب الشمالي والجنوبي للمريخ بطاقية من الثلج. التصور عن المريخ كان زمان إنه هو كوكب مأهول، وإنه فيه مدن وشوارع وقارات وبحار وحضارات وناس. وسنة 1877 الفلك الإيطالي تشيباريلي رسم خريطة للمريخ أثارت الدنيا وأقعدتها. رسم على المريخ قنوات زي ما يكون فيه نظم، يعني سدود وأناطر، ويميها طلع كتاب أدب العلم ساينس فيكشن وقالوا لك ده فيه على المريخ حضارة متقدمة وهندسة وتكنولوجيا ونظم ري، وطلعت كتب ومسرحيات كتيرة من ضمنها Message from Mars اللي كان بيدرسهن زمان في الثانوي، وتصوروا إنسان المريخ إنسان مفزع خرافي. وبعدين مضى الزمن، وسنة 1960 اقترب أول قمر صناعي من المريخ، وبعد كده بثلاث سنين ابتدت سلسلة مارينر تتوالى ارسالها الى المريخ، وقدرت تصور حوالي 10% من سطحه. وبعدين المفاجأة الكبرى كانت سنة 1971 لما بعتوا قمر صناعي
ليدور لأول مرة حول المريخ. هذا القمر الصناعي أرسل 7000 صورة من سطح المريخ، وكانت مفاجأة تبخرت معها أحلام كتاب الساينس فيكشن وأدب العلم، لأن ظهر من الصور أن الكوكب خراب وكوكب ميت، كل سطحه عبارة عن فوالق وشقوق وفوهات بركانية وندوب وصحارة وجبال جرد، تمام زي القمر. سنة 1975 بعتت أمريكا من مركز باسادينيا كاليفورنيا محاولة، أول كانت أول محاولة لإرسال إنسان آلي فايكينج 1 وفايكينج 2 إلى المريخ، وكان عمل من أعمال العملاقة التكنولوجية. الرحلة السفينة الفضائية نفسها احتاجت سنة كاملة في السفر، سافرت سنة في الفضاء بسرعة عالية 3800 ميل ساعة، وبعد سنة وصلت المريخ، أسقطت طبق طائر نزل بالباراشوت على المريخ وانفصل منه الإنسان الآلي اللي هو فايكينج، نزل بسلام على أرض المريخ. من الطرائف أن رسالة نزال الطبق اللي هي الأمر اللاسلكي من الأرض، الأمر ده لوحده خد عشان يسافر 19 دقيقة، عشان الأمر اللاسلكي دي يمشي بسرعة اللاسلكي من الأرض يوصل للسفينة أوربيتر بإنزال الطبق الطائر، خد 19 دقيقة. السفينة عشان تروح من الأرض وتوصل المريخ سافرت سنة كاملة وقطعت 400 مليون ميل. نزل الإنسان الآلي بسلام على المريخ، وابتدوا يصدروا له الأوامر بالتصوير، والأول مرة الكاميرات صورت معالم المريخ على بعد أمتار، وظهرت سماء المريخ حمراء نتيجة العوالق الترابية اللي موجودة في الجو. احنا فاكرين السماء بتاع القمر سودة ليل نهار لأن مفيش جو، في المريخ في جو وفي عوالق ترابية فالجو لونه أحمر، السماء حمراء. وصورت أرض المريخ زي ما قلنا أرض خراب عبارة عن صحارى وجبال وحصى ورمال وفوهات بركانية وشقوق وفوالق، وإدوا أمر بمكانات إنها تاخد عينات من التربة وتحللها وتقيس سرعة الرياح وضغط الجوي ومكونات الجو في المريخ ودرجة الحرارة ودرجة الرطوبة، وبذلك عرفنا معلومات كثيرة عما يجري على سطح المريخ. أولا درجات الحرارة برد جدا تتفاوت بين ناقص 122 فهرنهايت إلى ناقص 22 فهرنهايت تحت الصفر الفهرنهايتي. سرعة الرياح 50 ميل ساعة، وفي بداية الصيف تهب رياح 500 زي 500 رياح 500 بتاعتنا هنا، تصل سرعتها إلى 150 ميل ساعة، تهب من الشرق بعد الظهر هناك ومن الجنوب الغربي بعد منتصف الليل. الجو شديد الجفاف، الضغط واطي، البرد شديد، مفيش اي مية على المريخ ولا صريخ ابن يومين ولا نبتة خضراء. على المريخ 12 جبل، اعلاها جبل الاوليمب 3 اضعاف ارتفاع ايفرست، وعلى الخط الاستوائي المريخي فالق عظيم بطول 3000 ميل وعرض 400 ميل بسبب الانهيارات الأرضية. وعلى أرض المريخ
علامات لأنهار وغدران جفت من ألوف السنين. قلنا المريخ تتداول عليه الفصول نتيجة ميل محوره بين دفء وبرودة، وأيضا هناك طواقي جليدية في القطب الشمالي والجنوبي للمريخ. في فصول الدفء بيسيح بعض المية من الجليد وتنزل تحفر بعض الغدران وبعدين تجف. الأوامر اللي اديناها للمكنات انها تحلل تربة المريخ، المعامل ردت قالت ان تربة المريخ ميتة تماما وليس فيها اي اثر لمركب عضوي واحد، لا يوجد اثر لاي مركب عضوي واحد في تربة المريخ. فايكنج 2 نزل بعد فايكنج 1 ب 45 يوم وفي مكان قريب، واكد كل النتائج اللي طلعت من الانسان الالي الاول. المريخ ولد من 4500 مليون سنه من تكثف الدخان السريمي، وقلنا ان في البدايه الدخان وتكثف الى كل ما نعرف ونرى من أقمار وكواكب ونجوم وشموس. التكثف ده ابتدى على هيئة تجمعات، الجزيئات والذرات تتجمع 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 وبالجاذبية تبتدي تنكمش على بعضها وتتقلص وتنضغط، ومن تضغط المادة وبفعل الجاذبية ترتفع درجة الحرارة لغاية ما تتوهج. ففي مرحلة كان المريخ متوهج، وبعدين ابتدى يبرد، العناصر التقيلة والمعادن غرقت للقاع في قلب الكوكب، بينما العناصر الخفيفة كونت القشرة، قشرة كوكب المريخ. في البداية كان المريخ في جو من ثاني أكسيد الكربون وأكسجين قليل وبخار مية، وكانت المية تملأ بحيرات وغدران وأنهار على المريخ، لكن الأمر ده ما استمرش. معنى كده البداية بتاع المريخ كانت تشبه إلى حد ما بداية الأرض، مع فارق إن الجو كان خفيف وكان أكثر برودة، إنما الاتنين كان فيهم جو ومية وكان فيهم آثار أكسجين. لكن الأمر اختلف بعد شوية، الأرض احتفظت بميتها وجوها بفضل قوة الجاذبية بتاعتها، فاحتفظت بالبحار والأنهار واحتفظت بالجو. وبعدين جت مرحلة النباتات فزودت كمية الأكسجين في الجو، ومسطحات البحيرات والبحار ساعدت في أنها تلطف الحرارة وتساعد على تصريف الرياح، وبقت ظروف الحياة ملائمة للتطور اللي احنا عارفينه ولظهور كافة أنواع الحياة. في المريخ الأمر اختلف، اللي حصل أن نتيجة ضعف جاذبية الكوكب وعوامل البركانية اللي هي تكررت على السطح تبخرت كل المية، وفقد الكوكب الكثير من جوه، وشيئا فشيئا تحول إلى صحارى جرد وجبال وشقوق وفوالق وفوهات بركانية وأرض موات ليس فيها أثر من حياة، وبرودة تتفاوت بين ناقص 122 وناقص 22، جو لا يلائم إطلاقا أي حياة. لوحظ أن بتتداول المريخ على مدى ملايين السنين فترات من الدفء وفترات من البرودة، وفي فترات الدفء أثناء فترات الدفء تدوب الطوائي الجليدية وترجع تتجمد تاني في فترات البرودة، وده تفسير ما يشبه المناظر السلالم أو الدرج في الصور
اللي خدوها من قريب للقطب الشمالي والجنوبي للمريخ. أيضا المريخ له قمرين، فوبوس وديموس. المركبة المريخية وهي ماشية بسرعة 3800 ميل ساعة قربت جدا من ديموس، وصورته على بعد 30 ميل، صورت سطحه وتفاصيله. تكرار تحليل تربة المريخ أكدت إن ما فيهوش أي أثر لمواد عضوية، والمواد العضوية هي الشاهد على وجود حياة أو عدم وجود حياة. يعني مش لازم إن احنا نلاقي بني آدم ماشي أو حشرة أو شجرة، لا، يكفي إن احنا نكتشف إن فيه جزيئات عضوية أورجانيك ماتر موجودة في التربة بتاع الكوكب، نعرف على طول إن ثمة حياة موجودة. مش لازم ابدا نشوف انسان ولا شجره ولا صرصار ولا حاجه ابدا، مجرد ان احنا نلاقي مركب عضوي واحد. في الواقع لا فايكنج 1 ولا فايكنج 2 بالتحليل قدروا يوصلوا الى اي مركب عضوي، والمريخ خراب وموات تمام. طبعا هي ميزة الفيلم اللي معانا النهاردة انكم لأول مرة هتشوفوا عملية الانزال الخرافي للانسان الالي فايكنج 1 فايكنج 2 على السطح المريخ. وزي ما قلنا ده عمل من اعمال العملاقة التكنولوجية، انك انت على بعد 400 مليون ميل تبعت انسان الي وتأمره يحلل، وبعدين الرسالة تطلع للأوربيتر، الأوربيتر تبعت لمركز الكنترول في باسادينيا كاليفورنيا بتفاصيل كل عملية من عمليات التحليل اللي بيعملها الإنسان الآلي على سطح المريخ. هنشوف مع بعض الفيلم. اللي منورة دي هي الشمس، ويليها عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض. الأرض هي اللي عاملة زي الهلال هنا دي، وبعد الأرض هيجي المريخ حجمه نص حجم الأرض تقريبا. أول تلسكوب له صورة تاريخيا، هو دي الصورة لتاريخ 1659 عن معالم المريخ، وعليها علامات، وفي العلامات بتغير وضعها، مما يدل على ان الفلكي اللي رسم هذه الصورة للمريخ من اكتر من 300 سنة كان عارف ان المريخ بيدور حوالين نفسه. شوف طاقية الجليد على القطبين، ولو نص نهار ونص ليل، ويدور حوالين الشمس في 687 يوم، يعني ضعف السنة الأرضية. دي العلامات اللي رسموها للمريخ الفلكيين، ويتصورهم وقعدوا يؤلفهم ويتخيلوا بحيرات وقارات ودي الصورة اللي رسمها تشيفاريلي، واللي رسم فيها قنوات اللي هي أصبحت مشهورة باسم قنوات تشيفاريلي، اللي بناء على هذه القنوات كتاب الساينس فيكشن ابتدوا يتخيلوا ان على المريخ تكنولوجيا متقدمة ونظام ري وشوفوا تصوروا الحاجات دي كلها على المريخ، كل تصوروا الحاجات دي كلها في المريخ حاجات بالشكل ده، وعلم وصناعة. وده الانسان المريخي في نظرهم، وياما كتبوا كتب ومسرحيات. وبعدين راح أول قمر صناعي سنة 1960 قرب من المريخ، وبعده ابتدت سلسلة مارينر من سنة 1963 تصور لقطات من سطح المريخ
صورت حوالي 10% من السطح. في 1971 راح القمر لدار حوالين الكوكب وبعت 7000 صورة تبخرت مع هذه الصور كل أحلام الكتاب الساينس فيكشن وخرافتهم. اتضح أن سطح المريخ ميت تماما وعبارة عن صحراء وجبال جرد وفوالق وفجوات وفوهات بركانية ولا يختلف عن وجه القمر الميت. يركب الصور هنا على بعضها صورة صورة عشان يستعيدوا شكل المريخ وتفاصيله. طول المدة دي كانوا بيحلموا بأنهم يبعتوا الإنسان الآلي فايكنج 1 فايكنج 2. احتاج لدراسة طويلة قوي لغاية ما جهزوا التجهيزات بتاعتهم. واحنا دلوقتي في مركز المراقبة في باسادينيا وبعد ما بعتوا السفينة الفضائية خدت سنة سفر وقطعت 400 مليون ميل اقتربت من المريخ. ستاند باي في الايه شوف الطبق الطائر اللي هترميه اللي على اليمين ده ستاند باي في مركز باسادينيا عايزين يتفقوا وبيتداولوا امتى يدوا الامر لاسقاط الطبق. ادوا الامر وحددوا المكان. الامر باللاسلكي خد 19 دقيقة عشان يوصل. وصل الامر انفصل الطبق الطائر. لحظات عصيبة جدا في مركز المراقبة. السفينة الأم حتى انها تلف عشان تلقط الرسائل بتاع الإنسان الآلي بينما الطبق الطائر نازل رايح لجو المريخ. دخل جو المريخ ابتدى يتوهج. واضح ان جو المريخ فيه هواء ومن الاحتكاك توهج الطبق. نزل بالباراشوت نازل يتهادى. أخيرا انفصل الإنسان الآلي فايكنج 1. عمل فعلا من أعمال الأساطير. مش مصدقين إنهم عملوا العملة دي. شوف بيبص إزاي. نهنئ أنفسنا. حاجة خرافية إنك أنت تعمل الخنفسة الحديدية دي ترميها فوق الكوكب على بعد 400 مليون ميل. نزل بسلام. طبعا في حالة جنون. حالة جنون قبلات وأحضان صنعنا معجزة. ابتدوا يدوا أوامر للكاميرات إنها تصور ولأول مرة صورت المريخ على بعد أمتار. صورة لسطح المريخ عبارة عن رمال وحصى وجو المريخ زي اللي فوق السماء المريخية حمراء. شوف السماء المريخية دي اللي فوق خالص الخط المحمرة والأرض نفسها محمرة. تربة المريخ حمراء والرمال حمراء. جايز فيها نسبة عالية من الحديد. بعد 45 يوم نزل فايكنج الثاني.
على مسافة قريبة منه. شوفوا الحصل اللي في المريخ، شوفوا الصور مفصلة قد ايه، واضحة قد ايه، كل دي مبعوتة على شكل نبضات كهربائية. تالت تبعت اوامر اوربتر عن طريق باسادينيا مركز الكنترول، اللي هيدي امر لمعامل التحليل في دماغ الانسان الالي انها تحلل جو المريخ، درجة حرارته، درجة رطوبته، سرعة الرياح، فابتدت تشتغل. قلنا ان المريخ اتولد من سحابة من السديم من 4500 مليون سنة عن طريق تكثف الدخان السديمي، وبعد تكثفه وتدامجه بالجاذبية والانكماش والتقلص ارتفع درجة حرارته وتوهج، ثم بدأ يبرد. الصخور الثقيلة، صخور المعادن، غاصت إلى الجوف، بينما الصخور الخفيفة صنعت القشرة المريخية وبردت إلى ما هي عليه. لكن صخور اللافا، صخور الباطن، ما زالت منصهرة، وبين حين وآخر ظلت تتفجر على شكل براكين. البراكين دي هي اللي شكلت كل الفوالق والفجوات اللي موجودة على سطح المريخ، بالإضافة إلى فعل الرياح والأمطار والشهب والنيازك، كل ده شكل المكياج بتاع سطح المريخ. قلنا كان فيه بخار مية وسحب تتكثف وتنزل أمطار خفيفة، بحيرات ومية منصهرة من طوائل جليدية، وكان جو إلى حد ما شبيه ببداية جو الأرض، مع فارق إنه شديد البرودة وإن الجو خفيف نفسه، كثافة الهواء الجوي خفيف وضغطه خفيف. لكن ما استمرش الوضع، شايفين هنا الطوائل الجليدية بتدوب وتغذي الغدران والأنهار الرفيعة اللي على سطح المريخ. لكن الوضع ما استمرش، وما لبث أن فقد المريخ جو أو جزء كبير من جو، فقد بخار المية والمية تماما، وجفت كل شيء، البحيرات والأنهار. وتبقى ما نرى الآن من علامات على السطح تدل على القصة. اختلف الحكاية في الأرض، الأرض كان وضعها مختلف تماما، الأرض احتفظت دي الأرض دي أرض احتفظت بالأنهار والبحار، واحتفظت بالمياه، احتفظت بالجو، وهو ده اللي ساعد على قيام الحياة. لما جه النباتات أيضا تكسرت، زاد الأكسجين، أصبح كوكب صالح للحياة من فوق. أما المريخ ففقد كل شيء، وازداد جوه بردا على برد. ده الإنسان الآلي عمال يحلل. شوف السماء المريخية فتحة ازاي، حمرة فتحة بسبب العوالق الترابية اللي فيها، بيحلل نماذج من الجو، بيقيس سرعة الرياح. قلنا انه اكتشف ان الرياح تحرك بسرعة 50 ميل، وفي بداية الصيف 150 ميل ساعة، وتسير زوابع ترابية. دي الزوابع الترابية اللي بنشوفها بتغطي وجه المريخ وتغير معالمه بالنسبة للرصد التلسكوبي. أيضا الرجم بالنيازك هو اللي عمل الفجوات الصغيرة والكبيرة كل دي. وملاحظ هنا تأثير النيازك وتأثير الرياح مع بعض. الرياح عمالة تجرف وتعمل، هي عاملة بص تلاقي الظلال المنداحة دي بسبب الرياح، بينما الخرم نفسه سببه سقوط النيزك. آلاف آلاف الصور
عكف عليها العلماء يحللوها ويعيدوا تركيبها صورة صورة. شوف النيازك بتخبط، كل نيزك يعمل ثقب، براكين تطلع من الجوف، يطلع صخور اللافة تعمل انهيارات أرضية وشقوق وفوالق. يحللوا صورة صورة. يركبوا الصورة على بعضها. يعيدوا إنشاء السطح زي ما كان بالظبط. شوفوا حتى الشرخ مركبينه على بعضه. واضح ان الفجوات العميقة عمرها اقدم من الفجوات السطحية. بيفهموا من عمق الفجوة ومن تآكلها يقدروا يفهموا ويقدروا عمرها قد ايه. دي مجاري مية جفت، غدران رفيعة. تحليل دقيق لكل صورة. شبه واضح بين سطح المريخ وسطح القمر. التفرعات الرفيعة دي هي غدران مائية رفيعة. ده قلنا ان في قمرين بيدوروا حوالين قمر فوبوس وديموس، وده سطح القمر ديموس. المركبة كانت قريبة منه على بعد 30 ميل وصورته وهي ماشية بسرعة 3800 ميل ساعة. ده سطح القمر ديموس، قمرين بيدوروا حوالين المريخ. مين كان يتصور ان هتروح سفن مريخية، سفن فضائية توصل لغاية الاقمار دي وتصورها على بعد ايه 30 ميل؟ حاجة غريبة. دي الطوائل الجليدية في ذوبانها في فترات الدفء والبرودة عاملة نوع من الدرج. فترات الدفء يسيح التلج ويرجع يتجمد في فترات البرد، فعمل شيء زي السلالم في الجزء الشمالي والجنوبي من عند الطوائي الجليدية بتاع الكوكب. شوفوا الفجوات ازاي مع الوقت تتسد لغاية ما تتسلطح. لما يعملوا مقطع في فجوة من دول تبقى كل ما كانت عميقة كل ما كانت عمرها طويلة، لأن كل الطبقات دي جت سدتها فوق. هو بيوروك ازاي الدرج ده حصل. تراكمات
وبين الواحد والتاني عبارة ايه ملايين السنين، فترات الدفء والبرودة دي اللي بتيجي على الكوكب تتداول عليه بين الفترة والتانية ملايين السنين، دي غير الفصول الدورية اللي بتيجي نتيجة ميل المحور. قلنا ان في جبال مرتفعة جدا، 12 جبل، اعلاها جبل الاوليمب 3 مرات ارتفاع ايفرست، ده الانسان الالي عمال يجرف التربة ويحللها، قاعد يحلل، شوف ازاي بيطحن بيطحن ويحلل بيدور على اي اثر لحياة ما لقاش. ده الكلام ده في الارض دي، في الماء في المية في الارض، انما دي من نقطة مية من ارضنا احنا، انما هناك ما لقوش اي حاجة، مش بس ما لقوش، ده ما لقوش حتى اي اثر لاي مركب عضوي في تربة المريخ. بينما في الارض تاخد نقطة مية من اي حتة تلاقي كائنات حية، تاخد التربة في اي حتة تلاقي فيها مواد عضوية بسبب النباتات وتنفسها والاكسجين اللي بيطلع منها. وعلى الارض فضل التطور اللي يحصل لغاية ما طلع مركبات الدي ان ايه، وطلعت الحياة الكاملة المتنوعة اللي نعرفها احنا على الارض. في ظروف المريخ ممكن تطلع مركبات، لكن في ظروف هي الظروف الاولى اللي ابتدت عليها يعني من 4000 مليون سنة، لما عملوا لها تقليد على في المعمل وجدوا انه ممكن في هذه الظروف اللي من 4000 مليون سنة على المريخ كان ممكن تطلع مركبات امينو اسيدز او مركبات عضوية يعني، لكن ما حصلش. دلوقتي طبعا المعطيات الموجودة على الكوكب لا تعطي اي، مش ممكن يطلع منها اي شيء حي ولا اي مركب عضوي. فين ده من الارض، الكوكب الاليف الجميل اللي احنا عايشين فيه؟ وماذا بعد المريخ؟ عرفنا ان هي المسيرة استمرت، بعتوا سفن فضائية للمشتري، وبعدين بعتوا سفينة الى زحل، وفي اغسطس السنة اللي فاتت شفنا على شاشات التلفزيون عجائب الحلقات العديدة حول زحل، حول زحل، وشفنا أقمار زحل، وحتى يميها كنت في أمريكا، وفي يوم كل المحطات الإذاعية قالت إن في أصوات موسيقية طالعة من حلقات زحل، وقامت أمريكا كلها على رجل. وبعدين قالوا لا، ده الأصوات الموسيقية سببها السفينة، طلع من السفينة نفسها وهي بتخترق الحلقات، مش من الحلقات، مفيش مزيكا من المؤثرات كهربائية نتيجة ان الحلقة المركبة ماشية في وسط ألوف الحلقات اللي بتدور حوالين زحل. وطبعا عارفين احنا في بعد كده بعد زحل في اورانوس ونبتون وبلوتو، والسفينه اللي سافت اللي عدت من زحل بعد كام سنه ان شاء الله هتبتدي تدي انذارات لمراكز المراقبه ان انا وصلت الاورانوس، وهتبتدي تصور اورانوس. مين كان يتصور ان عين العلم هتوصل لكوكب من البعد زي كوكب اورانوس؟ اتضح أين أن كوكب أورانوس له حلقات
كناش متصورين ان ما كناش بنشوف الحلقات دي بالتلسكوب. ثم بعد اورانوس نبتون ثم بلوتو، ومين عارف يمكن يلاقوا بعد بلوتو كواكب احنا مش شايفينها بالتلسكوبات للبعد، لكن ممكن المراكب اللي هنبعتها تصورها تطلع عليها، محدش عارف. وبعد كده هتخرج من مجموعة الأسرة الشمسية وتطلع تتجول في المجرة. يا ترى هتلاقي في المجرة كواكب ولا حضارات ولا ناس ولا؟ دايما تساؤل ده موجود. وانا بقول احنا ما نستعجبش، اذا كنا احنا رمينا طبق طائر على بعد 400 ميل على المريخ ونزلنا انسان آلي، فايه الغرابة ان حضارة ثانية ترمي علينا كوكب طائر وتنزل انسان فعلي ولا انسان آلي؟ ايه الغرابة؟ ايه الغرابة ان احنا نسمع صبح ذات صباح نفتح الاذاعة فنلاقي واحد بيكلمنا من كواكب حوالين الشعرة اليمانية مثلا، ولا حضارة مش عارف اخر اطراف المجرة؟ ليه نستعجل؟ يعني اولا الحياة سارية في الكون كله، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل شيء مسبح وبيسبح على طريقته. فمعناها الحياة سارية في الكون، لكن بعضها مشهود وبعضها غيبي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مسألة غيبية بالنسبة لنا. فإذا في نوعين من الحياة، حياة بنشهدها ونشوفها، وحياة غيبية ما احنا شايفينها، لكن الكون كله تسري فيه الحياة، النفس بيسري فيه، في الدنيا كلها الحياة منبثة في الوجود كله. لكن بعض هذه الحياة غيبي ولغاته غيبية، وبعض الحياة هو الحياة اللي حوالينا في الأرض اللي احنا بنشوفها بكل أنواع الفصائل النباتية والحيوانية والأمم البشرية. فإذا المسألة كمبدأ جائزة جدا، بل ده لازم، مش جائزة، دي مرجحة، وكمان ان القرآن اشار اليها تبقى مؤكدة بقى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، الاثنين يعني في السماوات وفي الأرض، من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، يعني معناها في دواب في السماوات، وما دام الدواب يعني معناها مش ملائكة، دواب يعني دواب. فإذا هذه الإشارة تجعل الأمر مش بس مرجح وجايز، ده يبقى مؤكد، وإنه على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إشارة برضو عن احتمال جمع الدواب دي على بعضها، يعني معناها إشارة إن ربنا هيجمعنا عليهم بشكل ما حينما يشاء، يجمعنا عليهم على شاشة التلفزيون يكلمونا أو في الإذاعة يتصلوا بينا أو يجمعهم علينا بالفعل. هو قال من علامات القيامة إذا وقع القول عليهم، ربنا قال هيخرج دابة من الأرض تكلمهم. من أي أرض؟ وليس تكون من أرض، مش في سبع أرضين؟ قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى في سبع أرضين. فالدابة اللي هتطلع من الأرض يجوز من الأرض دي أو من أي أرض من السبع أرضين اللي هي في الفضاء السحيق اللي ملوش آخر. فإشارات قرآنية عديدة تؤكد وجود حيوات، وبالحرف دواب في السماوات، وإشارات تشير إن ربنا بالمشيئة يجمعنا على الدواب دي. دابة تكلمهم يعني دواب هتتكلم. وبعدين كمان ما هو عقلا، يعني معقول عمارة السماء دي كلها زي ما تعمل مثلا ناطحة سحاب فيها مليون 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 شقة وما فيهاش
حاجة مسكونة إلا أوضة. طب إزاي يعني والباقي خراب؟ مش ممكن كده. عقلا إحنا نقول إن الكون مسكون بس إحنا مش عارفين نتصل ببعض. وبعدين ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن 7 سماوات، يبدو ان السماء اللي احنا شايفينها دي كلها بما فيها هي السماء الدنيا، سماء واحدة بس. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يبقى المزينة بمصابيح دي هي السماء الدنيا. وقال زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني السماء المزينة بمصابيح اللي فيها نجوم ومش عارف ايه وابراج والحاجات دي، يبقى هذه السماء الدنيا. يبقى في غيرها 6، فين فين دول؟ ما يعرفش عنهم حاجة. جايز ثقوب السوداء اللي بيحكوا عنها في الفلك هي السراديب اللي بتوصل من سما لسما. حكاية ثقوب السوداء دي برضو حكاية غريبة، ان شاء الله مع معادنا نوريكم هذه الثقوب السوداء في حلقة عن الكون. والقصة طويلة، ان شاء الله هيكون لنا لقاء معاكم برضو في موضوع الشمس، وبعد كده لقاء كبير عن الكون بحاله بقى، عشان نكمل الرحلة ونكمل المجلد الفلكي. في الواقع يعني أهمية الفلك إن هو بيعرف الإنسان على مسكنه بين النجوم. يعني إحنا كنا زمان زي الأطفال متهيئ لنا إن كل حاجة هي الأوضة اللي إحنا فيها، لكن اول ما الواحد كبر وابتدى ينزل السلم وطلع من الباب، الله ده في شارع وده في بيوت تاني زي بيتنا، يا ده حكايه. وبعدين بيكتشف ان في حي تاني زي الحي اللي احنا فيه، وبعدين ده في بلاد تانية، وبعدين ده زي القطر المصري في قطر تاني، ايش السودان وايش مش عارف الشام والمغرب وقارة تانية غير قارتنا، وفي بحار وكرة ارضية، وبعدين غير الكرة الارضية ده في عالم، يوه ده في كواكب تانية 8 كواكب، وبعدين ده كل دي مجموعة شمسية، وبعد كده فيه 100,000,000,000 شمس غير دي مجرة، وغير المجرة في 100,000,000,000 مجرة. يا خبر ايه ده كله الهو ده؟ يا كل ما الواحد يتعلم يمتد بصره تمتد حواسه، يكتشف ورا الحكاية دي حكاية. كل ما يطلع من الصالة يلاقي صالة، ايه الحكاية دي؟ عالم عالم عالم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.